Alright. سؤالنا الثاني لك، برأيك إيش أثر الحركة الريادية على البنية التحتية وعبنية الأعمال وبيئة الأعمال في العالم العربي؟ تاني، بيئة الأعمال التقليدية في العالم العربي كانت بتتكلم على بيزنسز تقليدية، سواء تصنيع أو استيراد أو تصدير أو زراعة أو تجارة، البيزنس التقليدية اللي احنا متعودين عليها. لكن الحركة الريادية انت دايما بدأت تتكلم على بيزنسز وشركات مبنية على الانوفيشن، مبنية على الابتكار والإبداع، ودي بتأثر جدا على بيئة الأعمال، لأن انت أغلب الشركات ديت متواصلة مع العالم كله. انت لو بتعمل ابلكيشنز لموبايل، او لو بتعمل اي كوميرس، او لو بتعمل كونتنت، السوق اللي انت بتحاول تشتغل عليه هو سوق، يا اما سوق ريجنال في المنطقه العربيه، لو انت مثلا بتعمل اي ويب سايت بتاع كونتنت يكون الناس التارجت بتاعه في مصر وفي الخليج وفي عمان وفي المغرب العربي. فبدات تتوسع في الاسواق اللي انت بتشتغل فيها، بدات ان انت تقدر تبني بيزنس في بلد صغيره او حتى يمكن في قريه صغيره، بس التارجت بتاعه في العالم كله. يعني اقول لك مثل بسيط، احسن اكتر ويذر ابلكيشن بتبيع على ايفون وايباد معموله في اسكندريه في مصر. شركه صغيره عملت الابلكيشن، حطتها، عملت فيها شغل جميل، وفي الاخر الابلكيشن ديت بتتباع على مستوى عالمي. فانت تقدر ان انت تتخطى المعوقات المحليه والحدود المحليه اللي دايما كانت بتخنق الشركات الصغيره والشركات عامه، وان انت تقدر تتعامل مع العالم بعيد عن المعوقات ديت على قد ما تقدر.